انت بتروح سامع بعل مكسب بره 38 ايز مكسب صعب بس مجسفه منك انك تلعب بكل الناس اللي ما لعبتش من اول السنه. شوف ده ازاي او كانت الجرأة عندك بتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده على العالم احنا فرقة كبيرة عندنا قوام كويس. اللعيبة دي لازم تاخد فرص، اللعيبة دي محتاجة في ال 10 ماتشات الجايين في الدوري وان شاء الله في التسعة بتوع المنافسة على الصعود. انا ما اقدرش ما العبش اللعيبة دي، لازم العبهم عشان يبقى عندهم حسية المستوى. احنا ما عندناش كمان وقت يا استاذ محمد ان احنا نلعب مباريات ودية. انت عارف احنا لعبنا الماتش اللي فات ايه الاثنين والنهاردة الجمعة وهنلعب ان شاء الله هنلعب الاربع. انا ما ينفعش العب الناس اللي لعبت الاثنين اجي العبها النهارده والعبها الاربع. لا احنا بنمشي بخطين متوازيين. الحمد لله اللعيبه النهارده عملوا اللي عليهم وقدموا وانا بشكرهم على الاداء وبشكرهم على الروح والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وعدينا الدور. اتكلم بقى مكسب على رافينا، عندك ماتش المقص على الورق سهل لكن انت ازاي بتعد اللعيبه؟ لا لا اصعب ماتش ممكن تقابله ماتش المقص صراحه، اصعب ماتش ممكن تقابله. فرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب كوره حلوه جدا، فرقه عندها سرعات في الخط الامامي، عندهم ما عندهمش خبرات بس عندهم ولاد صغيرين لعيبه كبيره كلهم انت عارف مواليد 2003 2001. يعني اصعب ماتش انا هقول لعيبتي ان شاء الله من النهارده اصعب ماتش احنا هنقابله في الدوري ماتش المقصه. فاحنا ان شاء الله نحضر الماتش كويس ان شاء الله ربنا يكرمنا كمان نرجع بثلاثه بونت يحطونا في الصداره ان شاء الله عشان هو ده مكان النادي. شكرا يا كابتن حسام.